السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات سمك. هنعمل اول حاجه شيش سمك، وهنعمل كمان وصفه تانية لذيذه جدا بالجمبري، وان شاء الله تعجبكم الوصفات. اول وصفه هنعملها عايزين نعمل كباب السمك. هنعمله بتتبيله سهله قوي 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 بس طعمها لذيذ جدا. الوصفه بتاعتنا علشان نعملها عايزين فيليه سمك، وحاولوا تجيبوا اي نوع يكون يعني نوعا ما كده سميك. وعايزين هنا ليمون وتوم، لا دول للتقديم الصراحه، المايونيز للتقديم، انما السمك عايزين له ليمون وزيت زيتون وتوم وصوص حراقه وشبت فقط لا غير. عايزين تحطوا انتوا اي حاجه تانيه عايزين تحطوها تقدروا تحطوها، يعني حبيت بس انا يعني عايزاه على طعمه. علشان نعمل الوصفة دي بقى طبعا لازم اول حاجة يكون عندنا اسياخ خشب، وطبعا الاسياخ الخشب علشان خاطر ما تتحرقش مننا لازم تتحط في مية. انا ما حطيتهاش في مية فهتتحرق مننا، مش مشكلة بيتغير لونها. دلوقتي بس عايزين نقطع السمك بتاعنا علشان نحطه في الاسياخ. قطعوه بقى طبعا بالحجم اللي انتوا عايزينه. الاسياخ دي بتقدروا تحطوها على الفحم، تقدروا تحطوها على الشوايه، يعني تقدروا تحطوها على التوستر اللي هو يعني يتحط كده ونقفل عليها من فوق، بس يعني ممكن ما تقفلوهوش تخلوه بس كده زي ما هو علشان خاطر ما السمك لما يعني ممكن يتهري من الضغطه اللي فوق. فلو هتعملوه بالطريقه دي حطوه في التوستر بس من غير ما تقفلوه من فوق. تقدروا تعملوه في طاسه على النار عادي، وتقدروا تعملوه في الفرن، فزي ما تحبوا الطريقه اللي تناسبكم اعملوها. تمام كده قطعنا السمك بتاعنا، هنقطعه بقى كمان كده عشان يبقى مربعات مكعبات. انا بحب السمك الصراحة، ويعني كل اسبوع بحب ناكل مثلا مرة سمك كل اسبوع كل 10 ايام، يعني حلو كده بحبه الصراحة. بحب السلمون جدا جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد التتبيله بتاعتنا اللي هي سهله خالص، ما فيهاش غير توم ليمون زيت زيتون صوص حراقه اي نوع بقى انتوا عايزينه، سريراتشا زي ما تحبوا. وهناخد الشبت اللي عندنا، الشبت طبعا يعني صاحب السمك جدا، هنقطعه صغير دايما، مش دايما كتر المكونات هو اللي بيخلي الوصفة حلو، لا ان المكونات تكون لايقة على بعضها ولايقة على المكون الاساسي هو ده اللي بيطلع الاكلة لذيذة وحلوة. يعني مرات كتير جدا انا ممكن يجي على بالي مثلا اعمل فيليه ما فيهوش ملح وفلفل، فقط ملح وفلفل بس. ناخد بقى الشبت بتاعنا ونحطه على التتبيلة دي، واحنا كده مش ناقصنا غير ملح وفلفل زي ما قلت لكم. عايزين اي توابل تقدروا تحطوها. هنقلب بقى الكلام ده وناخد السمك بتاعنا نحطه هنا بهذا الشكل.
يعني زي ما قلت لكم تقدروا تعملوه بكذا طريقه. خلاص انا قررت هحطه على النار، هحطه على النار مع اني كنت هحطه في الفرن، بس خلاص لا غيرت رايي. اهو شوفوا اهو، ناخد بقى دلوقتي الاسياخ بتاعتنا ونبتدي نحط السمك فيها. عايزين تحطوا حاجه بينهم برضو بتقدروا، يعني حابين تحطوا مثلا فلفل، تشاري توميتو، اي حاجه بتقدروا تحطوها. نحط كمان واحده، خلاص كده كفايه. خلينا نحط الصينيه على النار علشان خاطر تلحق تسخن، وطبعا نار عاليه. حطيت نقطة زيت في الصينية، خمسة، نحط في كل واحدة خمسة. طبعا لو سبتوها في التتبيلة شوية قبل ما نستعملها على طول بت 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 يعني السمك بيشرب اكتر. دايما الصغنانين هما اللي بيفضلوا في الاخر. واحدة كده صننة، ودي خلاص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد هناخد الصينية بتاعتنا اهي على النار، وهنبتدي نحط لها السياخ اللي عندنا. لازم تبقى سخنة. طيب هنسيبها دلوقتي على النار يعني تقريبا خمس دقايق اربع دقايق على كل جنب لغايه ما تستوي. وهنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة، واللي هي جمبري بصوص الكريمة والسبانخ والريحان. وصفة طعمها لطيف جدا. الوصفة بتاعتنا برضو ما فيهاش مكونات كتير بس طعمها لذيذ قوي. علشان نعملها عايزين جمبري، وعايزين طماطم مجففة، عايزين ريحان، وعايزين سبانخ، عايزين رشة جوزة الطيب، وعايزين كريمة، ملح وفلفل، زبدة، ونقطة زيت. تمام. دلوقتي هنحط هنا نقطة الزيت اللي عندنا عشان بس الزبدة ما تتحرقش، والزبدة طبعا علشان ناخد طعم الزبدة. هنحط الزبدة بتاعتنا، طبعا النار عالية، لازم تكون النار عالية. وزي ما بقول لكم دايما مش كتر المكونات هو اللي بيعمل الاكله يخليها لذيذه، لا، هي ان المكونات تبقى لايقه على بعضها، المكونات تبقى لايقه على المكون الاساسي، هو ده اللي بيخلي الطبخه حلوه. الساندرا التوميتو بتدي طعم حلو جدا، وبالذات ان هي والريحان يعني كتير اصحاب، الريحان والساندرا التوميتو. والسبانخ طبعا جميلة مع الكريمة هي كمان، فيعني ان شاء الله بتطلع الوصفة لطيفة جدا جدا. اهم حاجة لما نيجي نحط السمك الجمبري بتاعنا لازم تكون النار عالية. طبعا ده عندنا جمبري مقشر ومتنضف،
وهناخده نحطه على الزبده والزيت اللي عندنا. لازم تبقى سخنه جدا. حلو كده نشوف كويس. ممكن نعملهم على مرتين علشان ما ينزلوش ميه الصراحه. وخلينا في الوقت ده نقطع الحاجات اللي عندنا اللي هنحطها مرتين، لان الطاسه لو حطيت فيها الكميه كلها دي مقطعه جاهزه حلوه قوي، لو حطينا فيها الكمية كاملة هيحصل ايه؟ هتنزل مية، واحنا مش عايزينها طبعا تنزل مية. تمام كده. ناخد بقى كمان الريحان ونقطعه، عايزين نقطع كل الحاجات اللي عندنا دي طويل زياده. الريحان دايما بحب احطه انا اخر خطوه عشان تفضل ريحته نكهته كده قويه، فهحطه اخر حاجه. طبعا الجمبري زي ما احنا عارفين ما بياخدش وقت كتير على النار. بس نلاقي لونه كده ابتدى يبقى بينك بنشيله وبنجيب المجموعه الثانيه ونحطها. خلينا نجيب طبق. ممكن تحبوا لو حطيتوا كمان مكعب مرق برضو بيدي طعم لطيف، لانه هو فيه توابل بتبقى توابل خفيفه كده بتدي طعم حلو. خلينا نشيل دول ونحط الدفعه الثانيه. ونفس الوصفة دي تقدروا تعملوها مع الفراخ تبقى حلوة جدا. ها خليني دلوقتي اقطع السبانخ ونبقى احنا كده خلاص يعني تقريبا. السبانخ هناخد نص الكمية. وهنقطعها طبعا بتدوب هي، يعني هنقطعها كده وسط. تمام طيب هنحط دلوقتي المشروم، يعني كده حطينا مطرح الجمبري، حطينا بصل وحطينا مشروم تقليبتين كده. هناخد بقى دلوقتي السبانخ اللي عندنا نحطها، طبعا كل ده هيدبل حالا. والساندرايد توميتو اللي عندنا برضو هنحطها متقطعة.
عندنا بقى هنا الكريمة، هنحط شوية ملح وشوية فلفل ورشة جوز الطيب، وزي ما قلنا تقدروا تحطوا مكعب أو مغلف مرق لو تحبوا. خلاص كده تمام. ناخد الكريمة اللي عندنا وناخد شوية مية، شوية ملح وشوية فلفل ورشة جوز الطيب، ملح فلفل جوز الطيب هحطها في الآخر، بس الصوص بتاعتنا دي كده بس تغلي غلوة. لو حسيتوا انها محتاجة شوية مية حطولها، واحنا بيتهيألي هنحط شوية مية. بتغلي اهي. خلينا نحط الجمبري الاول ونشوف كمية الصوص قد ايه. والله ممكن ما نعصش، ممكن ما نعصش، بس حطينا الجمبري بس غلوتين كده وخلاص كفاية علشان خاطر ما يشدش الجمبري مننا. خلاص اهي زي ما انتوا شايفين، زي اكلات المطاعم. خلاص احنا كده مية مية، غلوتين وتبقى كده الاكلة خلصت عندنا. خليني بس ادوق الملح والحاجات. ممتازة، ولا عايزة أي حاجة. هنحط رشة جوز الطيب، الريحان زي ما قلنا دايما نحطه في الآخر خالص، وكده الأكلة بتاعتنا جاهزة. تمام التمام. خلاص زي ما اتفقنا غلوتين وهتبقى الأكلة عندنا جاهزة. دلوقتي خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الجمبري بتاعنا خلص وإحنا حطيناه في الطبق أهو، وكمان السمك بتاعنا خلص وقدمناه. دلوقتي عندنا الموس الفراولة اللي هنعمله، والوصفة دي بتقدروا تعملوا بيها أي نوع موس بالفاكهة اللي انتوا بتحبوها. أول حاجة عندنا هنا كوباية مية، عندنا علبة حليب مبخر، والحليب المبخر للي ما يعرفوش هو اللي بيتحط مع الشاي وما بيبقاش فيه سكر. عندنا كمان هنا 2 جيلو فراولة، وعندنا كوبايتين من عصير الفراولة الطازة. أول حاجة عملناها حطينا كوباية المية على النار علشان تسخن، ونحط معاها الجيلو، والجيلو يدوب خالص، عايزين الجيلو يدوب تماما. الوصفة دي جربت مرة أعملها من غير خلاط، الصراحة ما زبطتش. السر في الخلاط، معرفش إيه هو السر، بس لازم تتحط في الخلاط، ما مش عارفة ليه. فاعملوا الوصفة زي ما أنا هعملها بالظبط علشان تظبط معاكم، ويبقى معاكم أحلى موس بجد ممكن تدوقوه. اعملوه بأي نوع مانجا بقى أنتوا عايزينه، أناناس، كيوي، مانجا، زي ما أنتوا عايزين. طيب إحنا كده عندنا هنا الجيلو، 2 جيلو فراولة دابوا مع كوباية المية. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشيلها من على النار وهنحط معاها فراولة هنا، بس واحدة كده تهدي شوية من البرودة، من السخونية اسفة. خلاص هناخد دلوقتي اللبن المبخر هنحطه في الخلاط، وهناخد عصير الفراولة بقيته، يعني
يعني احنا اخدنا كوباية حطيناها مع الجلو على النار، والكوباية التانية حطيناها مع اللبن المبخر، وهنضربهم في الخلاط مع بعض هنا الاول، وبعدين نحط عليهم الجلو بتاعنا. خلينا نحط الجلو بقى وهو سخن كده. الجلو والعصير، كوباية العصير، تمام. عايزين بقى تحطوا لون، بتقدروا تحطوا نقطة من اللون الأحمر. احنا كده الموس عندنا جاهز، تقدروا بقى تاخدوه تحطوه في كوبايات زي ما انا عاملة كده اهو، شايفين؟ بس انا حطله نقطة لون، ده بيكون شكله. تاخدوه بتحطوه في كوبايات، وده بيكون شكله بعد ما بيجمد، بس انا حطله نقطة لون. هنعمل فيه ايه بقى دلوقتي؟ خلينا نطلع لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نقدم وصفتنا ونشوف هنقدم ازاي موس الفراولة بتاعنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا عملت هنا شوية كريمة مخفوقة وهحطها على الموس عندنا هنا. تمام كده، نحط لها شوية من أي زينة كيك كده تكون يعني ناعمة كده لذيذة، فأنا اخترت لون أبيض، نحط شوية كده أبيض، شوية بس. ناعم، يعني أنا عايزة حاجة ناعمة كده. طبعا دي بتتباع عند كل بتوع الحلويات. هناخد ورق الذهب، ممكن نحط كده ورقة صغننة فوق عند كل واحدة. اول ما نحطها بتلزق على طول زي ما انتوا شايفين كده. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. عملنا لكم فيها ثلاث وصفات، بتمنى ان هم يكونوا عجبوكم. اول وصفه عملناها كانت كباب السمك، تبلنا السمك بالليمون وبزيت الزيتون وبالصوص الحراقه وبالشبت. وصفه سريعه وسهله ولذيذه جدا، وقلنا ممكن تعملوها بطرق كتير جدا، ممكن الفرن، ممكن الجريل، ممكن الفحم، زي ما انتم عايزين. عملنا كمان الجمبري، عملناه بصوص السبانخ والريحان، وحطينا معاها مشروم وبصل وطماطم مجففه. عملنا كمان موس الفراوله اللذيذ جدا، واللي بقولنا احنا ممكن تعملوه باي نوع فاكهه انتوا حابينه، وهو بيطلع طعمه حلو جدا، بس لازم تحطوه في الخلاط، معرفش ليه، بس لما عملته من غير خلاط ما ظبطش. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 8 بالليل والساعه 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله.